توم بوركي من لندن، هل علينا أن نستسلم لهذا القدر المحتوم وعلى العالم أن يتهيأ لسيناريوهات الطبيعة والمناخ التي لا يعلم مدى الضرر الذي يمكن أن يرتبط بها مستقبلا؟ أعتقد أن الطبيعة التي ترتبط بهذه المشكلة إذا لم نفعل شيئا لوقف تدهورها سوف تصبح أسوأ وأسوأ، فلا بد ألا نستسلم لمثل هذه الظروف. لا بد من التعامل الجيد مع هذه المشكلات التي تنشأ وفقا للتقلبات المناخية والتغير المناخي، ولكن في البداية لا بد أن نتوقف عن حرق الوقود الأحفوري، ولا بد من ضمان عدم وجود أي حرائق لتجنب أي تقلبات مناخية حول العالم أجمع وليس فقط في كاليفورنيا كما شاهدناه اليوم. لكن تحديدا هذه النقطة ينظر إليها من خبراء الطاقة بأنها يعني رؤية حالمة ووردية أكثر من المتاح فعليا، ليس هناك من سبيل إلا التعامل مع الوقود التقليدي مع الوقود الأحفوري، حتى لو كان الأمر قد يرتبط بمجموعة من وسائل التنقية التي تقلل من معدل الانبعاثات الكربونية، لكن الاستغناء الكامل هذا تقريبا لن يتحقق لا في المدى المنظور وربما حتى أبعد من ذلك. أعتقد هذه فكرة غير دقيقة، لأنه بالطبع لابد من وقف الاستخدام والاعتماد الدائم على الوقود الأحفوري، ولابد من دعم كافة القرارات الصادرة من غرف التجارة وغيرها من الجهات المعنية لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والانتقال إلى الطاقة المتجددة والجديدة. وفي حقيقة الأمر إذا ما استمرنا في حرق المزيد من الوقود الأحفوري نحن نحرق اقتصادنا، فبالتالي نحن ندمر باستخدام الوقود الأحفوري كل ما لدينا من ممتلكات، فبالتالي هذا يتسبب في كثير من المشكلات. والطبيعة البشرية خلاقة ولديها كثير من التكنولوجيا التي تدعم الابتكار لهجر الوقود الأحفوري لإيجاد المزيد من التكنولوجيا الجديدة والأفضل لضخ المزيد من الطاقة ومسارات الطاقة من خلال المصادر الجديدة والمتجددة والاستثمار لتحقيق التغيير المطلوب.